هاي بستينات القرن الماضي كان الركض نوع من التمرين يلي مش كتير مألوف، لدرجة إنه الشرطة الأمريكية كانت توقف الناس يلي عم يركضوا، وكانوا الناس يجربوا يركضوا الصبح لأنه بالليل الشرطة بتشتبه بالأشخاص الراكضين. ساعة واحدة من تمارين الأثقال تحرق حوالي 300 كالوريز، بينما ساعة ركض تحرق 600. ركض لمدة 30 دقيقة بالنهار بيحسن نوعية النوم، المزاج ومستويات التركيز، وهو نشاط تأثيره كتير عالي لأنه بيقوي العضل والعظم بذات الوقت. الناس اللي بيركضوا لمسافة 8 كيلومتر أو أكثر بالنهار بيقل عندهم خطر الإصابة بالكاتاراكت أو عتامة العين بنسبة 41%، وهو المرض المسؤول عن خسارة الرؤية والعمى. مين قال إنه الركض بيطول الحياة؟ بيحسن الحياة الجنسية وبيحارب الرشح كمان؟ أنا قال. شوفكم بكرة.